أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب